حضورنا اليوم هو لدعم المرأة، ولجنة التربية لجنة الثقافة تفتح أبوابها لكل الصحفيات وتشد على أيديهم بالعمل الدؤوب. تستمع اليوم كيف ممكن مساندة المرأة وخصوصا الصحفي؟ الإعلامي والصحفي لا يحتاج إلى اهتمام أو يحتاج إلى حماية، هو من يحمي نفسه بكلمته وبعمله. له حق التعبير عن الرأي، له حق الحصول على المعلومة، لكن ليس له الحق بالتجاوز أو التشهير. هذا ما دائما نطلب من الصحفي، والبرلمان يدعم الصحفي والإعلام من خلال تشريع كل القوانين اللي تحميه وتخدمه. شفتي الحضور حلو بالنسبة للإعلاميات وإقبال حلو، لأن على رأس الشبكة هي نقابة الصحفيين وهي خيمة الأسرة الصحفية، والراعي والأساسي هو السيد النقيب مؤيد اللامي. الجهة الرسمية مؤيد اللامي رئيس الاتحاد والصحفيين العرب ونقيب الصحفيين، فهو الداعم والراعي لنا بصراحة، وراح يكون لها تغطية مباشرة من داخل البلد ومن خارجه وعلى أوسع المحافظات. تقريبا احنا يعني تقريبا الانطلاقة تقريبا 120 صحفية، وان شاء الله بازدياد العدد، وراح نتوسع ان شاء الله على محافظات بغداد، وبعدها نترك بصمة الى خارج العراق ونثبت انه المرأة العراقية الإعلامية جديرة بأن توصل صوتها وبصمتها لكل أنحاء العالم. هل حددتم انطلاقة أو آلية معينة لنظام هذه الشبكة؟ اي طبعا، اي حددنا ضوابط واسس وهيئه ان شاء الله، وبدايه هي بدايه انطلاقتها، يعني تدرين صادف رمضان وان شاء الله رمضان خير راح يكون علينا وعلى الشعب العراقي، فراح يكون بعد رمضان راح يصير سلسله اجتماعات وتنظيم. هذا التشكيل الجديد اللي هو شبكه الصحفيات العراقيات يحظى بتأييد ودعم كبير من الأستاذ مؤيد اللامي، اللي أوصانا أنه تكون هناك خطة متميزة لعام 2019-2020 بحيث أنه تبرز بها الصحفية العراقية تدريب وتأهيل وورش. احنا الداعم الاول والرئيسي هو النقابه، ميزانيتنا من النقابه ما ناخذ من جهه اخرى. الشبكه واللي احنا الان نحتفل بانطلاقتها الاولى وضعت خطه عمل لمده 7 أشهر القادمه، وان شاء الله في شهر كانون الاول القادم نضع خطه عمل للسنه المقبله، وتم رصد ميزانية لهذه الشبكة، وبدينا من الآن ننسق بآفاق عربية وآفاق عالمية حتى الصحفيات العراقيين العراقيات يقدرن ياخذن مجالهن الواسع ومكانتهن اللي يفترض ان يكونون هم بيها.